بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله واله وصحبه اجمعين. كرات انك انت بالكاش تاتين الماهر على ما كيف تي بي ان في الدي تي بي ان يقول لك قالوا درج امرال دي بتكتلا تشو شوفوا مش بتان كون جو هنا بسره تيم تمتوتش انت تمارتشوا باتشوا انتم دغمو كلام الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى قال القران انت تمارتشوا ከቁርአን ጋር ጥሩ ቆይታ እንደነበራችሁ ተስፋ እናደርጋለንና ዛሬም እንደተለመደው ይህ ፕሮግራም ጀምሯል። ከዚህ ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መጀመሪያ የምንመለከተው የቁርአን ሂፍዝ ተወዳዳሪዎቻችን ነው። ቁርአን ሂፍዝ ተወዳዳሪዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ተመልሼ እመጣለሁኝ። ከወንድም ያምራ መልእክቱን እንስማ። ረዲቢውን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቱርቲን ከኛ ከን አልማሂር ወሊንጎን ወድርጉም የቁርአና ሁፋዘተ ቁርአና ሐመለተ ኪታቢላሂ ከንታን ربي سبحانه وتعالى أمانة وفي قوم سانيك سكاتي تكفتو إن شاء الله تعالى درجمي أجابة ولنداون ولتدبنا إن شاء الله تعالى كالتي أن جلس بين تاتسينا ترتي غاري بالوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا كمنا لما قنيت ودوج أقر منكر هذا التاريخون أمين أتاك عليه هوسبيتال يكابت لمن دبالة شو بالي ميوشنا زمناي بهونو يهك منا مقل قيا مساروش بمتاكس لما أقف درجون يتأبك زمناي هك منا لها راس أت بمستأث لين نقينيال يتملالا شك منا بهولو ميهك منا زرفوج سدونا درجا شون يتأبك ويهمو ما نمني تاكفلوج ጨጓራ አንጀትና የጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎሮስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና የአጥንት የኩላሊት እጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምናና የጽኑ ህመማን አይሲኦ ህክምና ያለእድሜያቸው ለተወለዱ ህፃናት አይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርፍ የካንሰር ህክምና እንዲሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስ ህክምናና የአይን ህክምና የዕለት ከዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት፣ እንክብካቤ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን፣ የፎርድ አልትራሳውንድ፣ የዲጂታል ኤክስሬይ፣ የኢኮካርድም የልብ ምርመራ ላብራቶሪ አይሲድን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ 0947 10 10 10 ወይ 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል። ጃፈሩ ጦያ የቁርአን ሂፍዝና የተርቢያ ማዕከል በክረምትና በበጋ ከ690 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። በአሁኑ ሰዓት መርከዙ ለ2015 ለክረምትና ለ2016 ለበጋ በአዳሪ እንዲሁም በኦንላይን ለማስተማር ዝግጅቱን አጠናቆ ይጠብቃችኋል። በኦንላይን ፕሮግራም የምዝገባ ጊዜ ከሚያዝያ 15 እስከ 30፣ በአዳሪ ፕሮግራም የምዝገባ ጊዜ ከግንቦት 1 እስከ 30። ባለን ክፍት ቦታ ይመዝገቡ። የምንሰጣቸው የትምህርት አይነቶች ቁርአን በነظر እና በሂፍዝ፣ የተለያዩ መሰረታዊ ኪታቦች አዳብና ተርቢያ፣ አረበኛ ቋንቋ፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ፣ መሰረታዊ ኮምፒውተር ስልጠና በአንድ ላይ በአንድ ቦታ እንሰጣለን። አድራሽ ቁጥር ፉሪ ኢብነ በረድ ፋብሪካ ጀርባ፣ ቁጥር 2 ከሰይድ ያሲን ህንፃ ወደ ሎጅ በሚወስድ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0921214330 ወይም በ0927455576 ላይ ይደውሉ። ጃፈሩ ጦያር የቁርአን ሂፍዝና የተርቢያ ማዕከል። اقرأ من قول الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى
وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وإذ تخلق من الطين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إذ كففت بني إسرائيل وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بك تقرأ من قول الله تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن تقوم قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن
أنا آتك به قبل أن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اقرأ من قول الله تعالى من أول سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بارك الله فيك جرسال بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يمن المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا اقرأ من قول الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. حسبك، بارك الله فيك. اقرأ من قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما يعملون. قل يجمع بيننا ربنا العليم. قل أروني الذين ألحقتم بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا. كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد
رقم قل إن ربي يبسط الرزق لسعت قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون بارك الله فيك اقرأ من قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام ذلك بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد حسبك بارك الله فيك اقرأ من قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بالوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين كراتنا كرات تبلك الكاتشين الماهر على مكفي تيبيان نصر تيبيان يو الله يقرأ ودر جمرا مرحبا قد دي أبراتشون زاري رمضان أساس السدرس سلقوا ياتشون أساس تكاتلاتشون مسكناتشين لكان ويكبر مسكناتشين رساتشون قدي بتكاتلاتشون بواموش بتان كونجو يهورنا بسرة يهور تبتوشين تتماراتشو باتشون دم دقمو كلام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال القرآن ده تماراتشو
ከቁርአን ጋር ጥሩ ቆይታ እንደነበራችሁ ተስፋ እናደርጋለን እና ዛሬም እንደተለመደው ይህ ፕሮግራም ጀምሯል። ከዚህ ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መጀመሪያ የምንመለከተው የቁርአን ሂፍዝ ተወዳዳሪዎቻችን ነው። ቁርአን ሂፍዝ ተወዳዳሪዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ተመልሼ እመጣለሁኝ። ከወንድም ያምራ መልእክቱ እንስማ። ረዲቢውን ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቱርቲን ኬኛ ከን አልማሂር ወሊንጎን ውድርጉም የቁርአና ሑፋዞተ ቁርአና ሐመለተ ኪታብላሂ ከንታን ከረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ አማና ወፊ ቆመሳኒ ኬሳ ከአቴት ትክፈቱ እንሻ አላሁ ተዓላ ድርጉሚ አጃኢባ ወሊንዳወኒ ወለት ደደቢና ጉያን ሀራ ረመዳና ጉያ ኩል ዓለም መፋዳ ቱርቲን ኬኛ ጉያ ኩል ዓለም መን ረመዳና አጃኢባ ከቴ አብዲ ጉዳ ቀብ እንሻ አላሁ ተዓላ ከለቲ ዳን ገረ ሰገንታት ሴና ቱርቲ ጋሪ بالوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا كمنا لما قنيت ودوش أقر منكرات التاريكون አሚና አጠቃላይ ሆስፒታል ይከበተለምድ ባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን የጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች፣ የጨጓራ አንጀትና የጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ፣ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና፣ የአጥንት የኩላሊት እጥበት ዳያሊሲስ፣ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ፣ የህፃናት ህክምናና የጽኑ ህመማን አይሲኦ ህክምና፣ ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ ህፃናት አይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር፣ የድንገተኛ የነርፍ የካንሰር ህክምና እንዲሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስ ህክምናና የአይን ህክምና የዕለት ከዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት፣ እንክብካቤ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን፣ የፎርድ አልትራሳውንድ፣ የዲጂታል ኤክስሬ፣ የኢኮካርድም የልብ ምርመራ ላብራቶሪ አይሲድን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ 0947 10 10 10 ወይ 80 80። አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል። الوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. حسبك حسبك، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. بالوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا. كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أحا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. رديس بارك الله فيك. بالوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا. كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أحسن الله إليك، ما شاء الله. بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض الذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فاقض ما أنت قاض يسابق يمسلان عندك سبب ينو حركة جمرها بتاعنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى حسبك بارك الله فيك ما شاء الله بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا
فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أحسنت بارك الله ما شاء الله الوحيين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا من ለማግኘት ወደ ውጭ አገር መንከራተት ታሪክ ሆነ አሚና አጠቃላይ ሆስፒታል ይከበተለም ደባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን የጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና የጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና ያጥንት የኩላሊት እጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምናና የጽኑ ህመማን አይሲዩ ህክምና ያለርሚያቸው ለተወለዱ ህፃናት አይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርፍ የካንሰር ህክምና እንዲሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስ ህክምናና የአይን ህክምና የለት ከለት ስራችን ነው የተቀላጠፈ አገልግሎት እንክብካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርድ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬ የኢኩካርድም የልብ ምርመራ ላብራቶሪ አይሲድን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን ለድርጅቶች የዱቤ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው ይምጡ በአገልግሎታችን ይረካሉ ጤናን እናስቀድማለን አድራሻ ለደታ አብነት ኮካኮላ ጠገብ ስልክ 0947 10 10 10 ወይ 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል مرحبا ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል ይህ አልማሂር አለማቀፍ የኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኦንላይን ቁርአን ወደር ነው እንግዲህ ይህ የኦንላይን ቁርአን ወደር መሆኑ በራሱ ሰፊ የሆነ ማህበረሰብ እንዲጠቀምበትና እንዲሳተፍበት ሆኗል ማለትም በተለያየ አጋጣሚ በትራንስፖርት ችግር ምክንያት እንደሆነ ደግሞ ሰዎች ከልፋት አንጻርም በመሳተፍ ደረጃ ብዙዎች ታቀበው እንዳይቆዩ በሚል ሐሳቤ በዚህ መንገድ ተዘጋጀው የበየነ መረብ ወደደሩ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል እናንተም የተመለከታችሁትን ይመስላልና ብዙዎች ካሉበት ቦታ ሆነው ሀተን ከውጭ ዓለም ሀገራት እየተሳተፉ ያሉበት መንገድ ተመለከታችኋልና በጣም ጥሩ ቆይታ እንደነበር ተስፋ እናደርጋለን አሁን ተመልክተን የመጣናቸው የቁርአን ድምጽ ተወራዳሪዎች ናቸው ቁርአንና ስቡ መቅራት ቁርአንና ሰምሮ መቅራት እንዲሁም ደግሞ በቆንጆ ድምጽ ቁርአንን መቅራት በዛ ዘርፍ ተወራዳሪዎች የነበሩ ተወራዳሪዎች ናቸው ለዚህ እንዴት ተገኛችኋቸው
من يمثل نبر قيتاتشو كداري وكو ترداري وكو ما انت مجاتشو ميلون حساب استيتاتشو تشون بهارو ميلي يوتيوب شانال كومنت ماسك مجاتس حتى لايتس كامتون لالاتشو نملك توالن حساباتشو نكبالن إن شاء الله تعالى هولي ندى لمبرناو ندى سلمبرناو نانتنم تعالى من رجلاتشو مور نانتن من لكات يجي على تشناتشن يجي وما تيجي نانتن تشلام تمو بتمجد وما هيش تمو يعني ما استبرنا جريت يجي تشن بقرآن لاي بسلاسة جزء بقرآن لاي يتنيو سورة ورجم سورة ميبالو بقرآن است ويمك القرآن است يتنيو سورة ميلون ملسون كنا نتدبق إن شاء الله تعالى لزاري نبرن يلا ماهر على ما كيف يتبيا نسلو دا يتبيا نيقرا وندري هني مثل نبر بكتا يكن سكمل جرن يملك كم كتير ولا تشو ودا وانتم ميبرن شنو تشو يروك يسنك علي رانو كوداني قويا كي سن رانو هيرتاني سكان تاك علي قرآن نس كان يسني دور السودان يسني اسمه نداوت شو الآن كان ربي سبحانه وتعالى أكن أجري نو كتبوا أبدي قد دائرة هرنو سكان تاك علي كان رتوان ولين تتنث قلتو ما اسنين جتا إن شاء الله تعالى سكان تاك إن يتمر رجع هجرة قافي توكيتي كفن وحفتي سينس أكمل بيكم تجا قويا قويا قويتي قافي قافة تعرف ناس كين يجرا إن شاء الله تعالى هرمو قافين كينيا قرآن كيسا سورة إيران سورة كمي جتي إن شاء الله تعالى سورة قرآن إني تكفان إيراني سورة كمي إن شاء الله تعالى يعني كيسان كومنتي كيسان ديبي كيسان هروم ميدادة نكاءاتي نكاكبا إن شاء الله تعالى ترتي وري ولينغوني كيستي ربي سبحانه وتعالى دنيا في آخرة بلينها فجلو رمضان كيسان ربي سبحانه وتعالى سنة قبل جزاكم الله خيرا حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته